هنا القاهرة عاصمة الخبر، نشرة مغاربية جديدة نرصد فيها أخبار المغرب العربي وتطور قضاياه، والبداية بالعناوين. الرئيس الجزائري يعرض على أوروبا فائض بلاده من الطاقة الكهربائية. الشعب الليبي يحيي اليوم الذكرى 71 لاستقلال بلاده. وفي حكايتنا المغاربية، عادات وتقاليد العرس الليبي تختلف باختلاف المناطق في ليبيا. وبدايتنا من الجزائر. وأولى محطاتنا المغربية تنطلق من الجزائر، حيث قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قال أن بلاده تعرض على أوروبا بيع طاقتها الفائضة من الكهرباء. وأضاف تبون في مقابلة مع الصحفيين، أضاف أن الجزائر تخطط لمد أنبوب طوله 270 كيلومترا تحت البحر باتجاه إيطاليا، مؤكدا أن بلاده تسعى أيضا لمضاعفة صادراتها من الغاز لتصل إلى 100 مليار متر مكعب سنويا بدلا من 60 مليارا في عام 2022. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا من الجزائر دكتور عبد الرحمن نعية الخبير الاقتصادي. دكتور عبد الرحمن، بداية أرحب بك، يعني إذا ما تحدثنا عن هذا الخبر، الجزائر تنوي تصدير فائضها من الكهرباء إلى أوروبا، أهمية هذا وانعكاسه اقتصاديا على الجزائر في المرحلة القادمة. طبعا هذا يدخل في إطار مساعي الجزائر لتنويع صادراتها خارج قطاع المحروقات، هي وعود كان قد وعد بها رئيس الجمهورية في خلال حملته الانتخابية، وهو يسعى حاليا الى تسديدها على ارض الواقع، علما ان الكهرباء اصلا يصدر نحو تونس وبعض الدول المجاورة، وبالتالي اعتقد ان هناك قدرات انتاجية سيتم اضافتها لرفع القدرات التصديرية للكهرباء نحو اوروبا التي هي اليوم في حاجة ماسة الى هذه المادة الحيوية، خاصة في ظل تراجع إنتاج كهرباء للغاز بسبب تقليص الصادرات والإمدادات الروسية نحو أوروبا، وعلما أنه أيضا هناك ما يعرف حاليا بمحاولة تثقيف السعر، وهو ما قد يدخل في جدال مع الممول الرئيس للغاز الروسي، وعلما أن الغاز يعتبر أحد أهم مصادر إنتاج الكهرباء. نعم، طيب دكتور عبد الرحمن، في هذه النقطة خصيصا إذا ما تحدثنا عن أزمة الطاقة التي تعاني منها ربما أوروبا في هذه الآونة، يعني الجزائر هي أحد الدول التي تصدر الغاز خصيصا لدول أوروبية كإسبانيا وإيطاليا على سبيل المثال، اليوم نتحدث عن تصدير الكهرباء، إلى أي مدى تفتح هذه الأزمة، أزمة الطاقة الموجودة في أوروبا، الباب أمام الجزائر للتعاون في قطاعات الطاقة بشكل خاص؟ والله يعني حتى نكون واضحين ولنقول بأن اليوم هناك أفاق واعدة في الشراكة، تبقى التجسيد على أرض الواقع أحيانا يصطدم ببعض دعنا نقول العراقيل. في الجزائر نحن نأمل أن يتحسن مناخ الاستثمار لاستقطاب الاستثمارات الأوروبية، بالمقابل أوروبا لابد أن تغير نظرتها إلى دول جنوب المتوسط وأن لا تنظر إليها كأنها سوق، لابد أن تدخل في شراكة رابح رابح. هذه كلها يعني دعنا نقول اليوم معطيات يمكن لكلا الطرفين أن يعتمد عليها حتى يكون هناك شراكة من منطلق رابح رابح والكف على الممارسات السابقة، بالمقابل على دول جنوب أن تهيئ المناخ الرقمنة خاصة وتحسين مناخ الأعمال المعاملات المالية وكل ما من شأنه أن يدفع بالاستثمار نحو التقدم. نعم، سؤال أخير دكتور عبد الرحمن، يعني نعم دكتور عبد الرحمن هل تسمعني؟ أهلا.
طيب دكتور عبد الرحمن، سؤال أخير، أنت تحدثت هنا عن أهمية الرقمنة في هذا التوقيت بالذات، ربما الجزائر هي أحد الدول أيضا التي عكفت في الآونة الأخيرة على يعني وضع منظومة متكاملة لرقمنة كل شيء في الجزائر، إلى أين وصلت مساعي الدولة في هذا الخصوص؟ دكتور عبد الرحمن، يبدو أننا فقدنا الاتصال بدكتور عبد الرحمن عيا. إذا كان معنا دكتور عبد الرحمن عيا الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من الجزائر. تشارك 16 فرقة من 14 ولاية في الدورة 20 للمهرجان الوطني للموسيقى العصرية للشباب في وهران من 25 وحتى 29 من ديسمبر الجاري. يتزامن المهرجان مع العطلة المدرسية الشتوية، وتشارك الفرق في هذا المهرجان المنظم بالتنسيق مع رابطة النشاطات الثقافية بعدما اجتازت بنجاح التصفيات الأولى على أن تتنافس في هذه المرحلة النهائية من أجل المراكز الثلاث الأولى. انطلقت الدورة 15 للمهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر بمشاركة أكثر من 30 عرضا من بينها 13 عرضا ضمن المسابقة الرسمية. هذا وكرم المهرجان الفنان طه العامري عضو فرقة جبهة التحرير الوطني والذي تحمل هذه الدورة اسمه. وقالت وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية سورية مولوجي، قالت في الافتتاح إن المسرح الجزائري له انتصارات إنسانية وثقافية عديدة، وأشارت إلى أن عام 2023 سيشهد حركة مسرحية غير مسبوقة من خلال عروض منتجة خصيصا بمناسبة مرور 60 عاما على الاستقلال بمختلف المسارح الوطنية. ونذهب الآن إلى تونس. أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أكد أن تطهير البلاد من الذين عبثوا بمقدراتها وأجرموا في حقها لا يمكن أن يتحقق إلا بقضاء عادل. وخلال استقباله وزيرة العدل ليلى شفال، شدد الرئيس التونسي على ضرورة المساواة بين الجميع أمام القضاء ومحاسبة كل من يتجاوز القانون بغض النظر عن مركزه أو ثروته. أعلنت وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية بتونس أعلنت عن تلقي 26 طعنا على النتائج الأولية للانتخابات التشريعية والتي أجريت يوم السبت الماضي. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت الاثنين الماضي النتائج الأولية للانتخابات التشريعية بفوز 23 مرشحا في الجولة الأولى وتنظيم جولة ثانية في 131 دائرة انتخابية تنطلق حملاتها الانتخابية في 20 من يناير المقبل. قررت ألمانيا منح تونس 105 ملايين يورو لدعم عدد من القطاعات الحيوية. ذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية التونسية أنه قد تم توقيع اتفاقيتين مع ألمانيا تشملان مجالات تعاون حيوية كالتنمية المحلية ودعم اللامركزية وتشغيل الشباب ومشاركتهم في الدورة الاقتصادية والرقمنة وتشجيع الاستثمارات والتبادل التجاري، علاوة على التنمية الزراعية والريفية المستدامة ومجابهة التغيرات المناخية وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة.
وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية على حزمة قروض بقيمة 27 مليون دولار و10 ملايين يورو للمشاركة في تمويل مشروع بناء محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميجاوات بمدينة القيروان التونسية. وتتضمن موافقة مجلس إدارة المجموعة 10 ملايين دولار و10 ملايين يورو من البنك و17 مليون دولار من التمويل الميسر من صندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا، وهو صندوق خاص متعدد المانحين يديره البنك بنفسه. توقعت الحكومة التونسية تراجع عجز ميزانية الدولة لعام 2023 إلى 5.5% من الناتج المحلي لتنحصر في حدود 8.89 مليار دينار، أي ما يعادل تقريبا 2.84 مليار دولار مقابل 7.7% للعام الحالي. يعود هذا التراجع إلى ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة 12.5% مقابل تراجع نفقات الدعم بنسبة 26.4% بالتوازي مع انخفاض نفقات العمليات المالية بنسبة 56.5%. ومن جهة أخرى ستسجل خدمة الدين العمومي زيادة بنسبة 44.4% مقارنة بعام 2022 باعتبار ارتفاع نفقات تسديد أصول وفائدة الدين العمومي. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من تونس عبر سكايب سفيان رجب رئيس تحرير جريدة الصباح. أستاذ سفيان بداية أرحب بك، يعني تتحدث هنا الحكومة أو تتوقع تراجع عجز ميزانية الدولة لعام 2023، ما أهم ما يدعم هذا التوقع لدى الدولة لدى الحكومة التونسية على وجه الخصوص؟ بالفعل اهتم البارحة نشر قانون الموازنة العمومية في المجلة الرسمية أو الرسمي، وكانت الأرقام تقريبا يعني فيه تراجع كبير، واعتماد خاصة على الناحية الجبائية، يعني ميزانية ستكون تقريبا 90% من الموارد الجبائية في ظل شح الموارد الأخرى وفي ظل شح الإنتاج خاصة من ناحية الفوسفات والسياحة والمداخيل من العملة الصعبة. الموازنة تبدو يعني صعبة التحقيق، أرقام يعني بعيدة كل البعد عن الواقع التونسي، تجسد بالفعل صعوبة والوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد اليوم، يعني ولم تجد الحكومة التونسية خاصة في ظل تأجيل أو إيقاف قرض صندوق النقد الدولي من موارد أخرى سوى الجباية والتداين الخارجي بنسب فائدة مرتفعة ومرتفعة جدا. يعني الميزانية أثبتت يعني ارتفاع في الموارد الجبائية وتخفيض في قيمة الدعم، مما يدل على أن الحكومة التونسية سائرة في خطة رفع الدعم نهائيا، حيث تم التخفيض في نسبة الدعم، يعني دعم المواد الغذائية والمحروقات وغيرها، إلى تقريبا 26%، وهذا رقم يعني كبير سيؤثر بالفعل على المستهلك التونسي وسيؤثر على المواطن التونسي في حياته، والنتيجة ستكون ارتفاعها وواضح في الأسعار. ميزانية تعتمد طيب على أستاذ سفيان، هل هناك سياسات نقدية أو مالية تملكها الحكومة التونسية من شأنها أن تعطيها ربما الدفعة أو خطوة فيما يخص رفع نسبة من الدعم على هذه المواد الذي قلت أنها ربما تثقل كاهل الاقتصاد التونسي اليوم؟ للأسف لا، للأسف لا. كان من المفروض يعني رفع الدعم تدريجي مع وضع خطة أو مشروع لي يعني تحويل الدعم إلى مستحقيه،
لكن نشاهد اليوم منذ تقريبا أشهر رفع دعم تدريجي دون وضع خطة أو سياسة لتحويل هذا الدعم إلى الفئات الضعيفة والفئات الفقيرة، مما سينتج عنه كما قلت يعني تأثيرات اقتصادية واجتماعية، ومما سينتج عنه ربما تحرك الشراء التونسي، وهذا الأمر لا نحبذه بالفعل. لكن إذا كان صندوق النقد الدولي قد فرض وطالب برفع الدعم، هناك خطة أعلنت عنها الحكومة ومشروع أعلنت عنه الحكومة السابقة لإيجاد سبل يعني وجود عدالة اجتماعية، عدالة في ناحية الدعم، يعني خطة حتى يذهب الدعم إلى مستحقيه ولا يذهب الدعم إلى جميع العناصر منها الغنية والمتوسطة وحتى الأجانب في تونس، وحتى المطاعم والمؤسسات والمصانع تتمتع اليوم بالدعم. أستاذ سفيان رجب رئيس تحرير جريدة الصباح، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات، كنت معنا مباشرة عبر سكايب للحديث عن الملف الاقتصادي التونسي، شكرا جزيلا لك. والآن ننتقل إلى ليبيا. يحيي الشعب الليبي اليوم الذكرى 71 لاستقلال بلاده، وسجل الشعب الليبي ملحمة من الكفاح المرير قدم فيها قرابة نصف تعداد شهداء في سبيل الحرية واستقلال ليبيا عبر سلسلة من المعارك البطولية امتزجت فيها دماء الليبيين دفاعا عن أرضهم وعرضهم، في تجسيد للوحدة الوطنية وتأكيدا على ترابط النسيج الاجتماعي، إلى جانب معارك الجهاد خاص الشعب الليبي والعديد من المعارك السياسية في المحافل الإقليمية والدولية كافة التي توجت بإعلان الاستقلال في 24 من ديسمبر لعام 1951. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد التزامه بمساعدة ليبيا على تحقيق مستقبل مستقر وديمقراطي ومزدهر لمواطنيها، وفي رسالة تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال الليبي أعرب بايدن عن تهانيه للشعب والشعب الأمريكي بهذه المناسبة، مثل مثمنا جهود المجلس الرئاسي الليبي بقيادة محمد المنفي في الدعوة إلى المصالحة الوطنية، متطلعا إلى الانخراط في هذا المشروع الهام. ناشد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، ناشد المواطنين من مختلف التوجهات لجعل عام 2023 بداية عهد جديد، بما في ذلك من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وفي بيان بمناسبة الذكرى 71 لاستقلال ليبيا، حث باتيلي القادة على أن يكونوا قوة دافعة لحل الأزمة الليبية، ذلك من خلال التوافق الوطني وتجنب أي أعمال تصعيدية من شأنها تهديد وحدة واستقرار ليبيا. وأوضح أن الأمم المتحدة لن تدخر جهدا في العمل مع جميع الأطراف بشكل شامل وبناء لدعم الفرقاء الليبيين. We'll be right back.
سيطرت قوات الحماية المدنية المغربية على حريق مروع وقع إثر تسرب الغاز من أحد الخزانات في مدينة المحمدية، ما أدى إلى انفجار مروع وتصاعد ألسنة النيران التي شهدت على بعد عدة كيلومترات. وشهدت المحمدية وقوع انفجارات قوية ومتتالية بسبب اندلاع حريق ببعض المخازن المخصصة للغاز، وأغلقت السلطات في المدينة عدد من الطرق والشوارع المؤدية إلى مكان المخزن المتواجد بجوار الميناء النفطي في منطقة لافاليز. قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، قالت إن المغرب يملك القدرة على استغلال الأزمات وتحويلها إلى أدوات لتسريع وتيرة النهوض بالبلاد. وأوضحت الوزيرة أن الأزمات المتتالية والمرتبطة بالوباء والجفاف الحاد خلال سنة 2022 أظهرت الصمود النموذجي للمملكة، حيث سجلت البلاد أعلى معدل للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال سنة 2021 بلغ حوالي 8%. وأجرت نادية فتاح بواشنطن سلسلة من المباحثات مع رئيس مجموعة البنك الدولي بهدف تقييم الشراكة الاستثنائية بين كل من البنك الدولي والمغرب. وفي كل جولة مغاربية لدينا دائما حكاية نقصها عليكم. اليوم نأخذكم لنعرفكم على عادات العرس الليبي التي لا تتغير بمرور الزمن. ليبيا، تقاليد العرس. تختلف تقاليد العرس الليبي، ولعل أهم أوجه الاختلاف في العرس الليبي هو ما ترتديه العروس كلباس تقليدي أيام عشرة، هي تلك التي يحتفل خلالها الليبيون بالعرس الليبي باتت تقتصر على 3 ليال في بعض المدن. ولعل أهم هذه الأيام العشرة هي ليلة الحناء التي تستمر في الشرق الليبي على سبيل المثال لليلتين الحناء الصغرى والحناء الكبرى، وهي التي ترتدي فيها العروس العربي الزي التقليدي للعروس، وتتزين بالحلي من الذهب والفضة الذي قدمه إليها العريس مهراً لها. وفي يوم الحناء في عادات الزواج في ليبيا توزع محتويات السلة العطرية التي تحتوي على مجموعة من المسواك والبخور والشمع والمسك والسكر على الفتيات الموجودات في الجلسة، وتنقشن أيديهن ويدي العروس بنقوش جميلة وزخارف من الحناء. أما في طرابلس فتختلف عادات ما قبل حفل الزفاف، فتذهب العروس يوم الثلاثاء إلى الحمام الخاص بالنساء أو الزيانة وتتزين وتتجهز لليلة الحناء، وترتدي أجمل الألبسة وهي ما تسمى ببدلة الحناء المتميزة باللون الوردي والمعروف بالبوردي. وفي اليوم التالي للعرس في طرابلس ترتدي العروس الجلوة في يوم المحضر كما يطلق عليه الليبيون. والجلوة هي لباس لافت للأنظار ترتديه بلونه الزاهي وحليه اللافتة، ألوان زاهية وحناء تزين الأيدي، وألبسة من الحرير المخلوط بخيط من الذهب أو الفضة إلى جانب الأهازيج والأغاني الشعبية، صورة مبهجة تزين كل عرس ليبي وتثريه على اختلاف المناطق والعادات، صورة لم يعفى عليها الزمن حتى يومنا هذا. وبحكاية العرس الليبي تنتهي نشرتنا المغاربية.
شكرا لكم، ولزيد من المتابعة يمكنكم متابعة وزيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ويمكنكم متابعتنا أيضا على تردد 11747، ويمكنكم الحصول على تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي من خلال الكيو آر كود الظاهر أمامكم على شاشة. كنت معكم في هذه الجولة المغاربية، أنا فيروز مكي، شكرا على طيب المتابعة. هنا القاهرة عاصمة الخبر.